بعد انتشار حمى الملاريا، سارعت السلطات الصحية المحلية والمركزية لاحتواء الوضع، ليأتي قرار رئيس الجمهورية بإرسال وفد طبي أدوية ولقاحات لمختلف الولايات الجنوبية والعينة من برج باجي مختار. بأمر من سيد رئيس الجمهورية، ها نحن نحضر إلى أول شحنة من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية تصل إلى ولاية برج باجي المختار، وغدا سوف تصلنا الشحنة الثانية بمعية خبراء من وزارة الصحة وكذلك أدوية. استلام اللقاحات من شأنه تطويق مناطق انتشار حمى الملاريا وتلقيح المصابين تفاديا لانتقال العدوى. أوامر من السلطات المركزية لاتخاذ الإجراءات الضرورية وكذلك بتدعيم كل الأطقم المتواجدة هنا، وذلك بفتح مراكز متقدمة في بلدية تيمياوين زيادة عن العيادة المتعددة الخدمات، هناك مستوصفين كذلك. تم تدعيمهم بالأطباء والشبه الطبيين، وذلك لمحاربة هذا الداء والتكفل بكل المرضى في هذه المنطقة ولا سيما البدو الرحل. التدخل السريع بولايات الجنوب والتكفل بالمصابين بحمى الملاريا يعكس حرص الجزائر على مجابهة الحالات الموبوءة بالملاريا الوافدة من دول الجوار.